ما يروح ليش؟ ما يروح ليش؟ نعود نرجع ل 2017. انا كنت موجود مع الفريق في الجابون. انا شاهدت غلام في الفتره كامل اللي كنا موجودين فيها كان سوليتير. يعني هذه سوليتير في دي بروبليم الله اعلم. يعني مش ربطها بالمردود تاعو في الفريق الوطني. يعني مردود كان لي باسي ا كوتي لا بلاك. انا كنت موجود في التربص مع الفريق بغلام اللي تي طول طون سوليتير. جاب لروحو ما يقصرش بزاف مجموعه قبل توفيق كان هكذا قبل هو نو مش عويدو مش عويدو مي تما ممكن جدا لو كان متاثر نفسيا ممكن ظروف اخرى اليوم متاثر نفسيا وبدنيا لا انا سيريس بليسيور كمان ما راهيش اصابه يعني وحيد انطور صراحه طروه ماشي اصابه كبيره ماشي كيما اصابه والناس ماشي كيما اصابه فغولي وحيد انا رجعت وحيد قلت عطاها تاع تونس وراح مارك البيت دونك رجعت على المردود ربما لعب في المدرب اللي ما شافش انه بغلام ما كانش في كامل اللياقه تاعو باش يلعب باقي لماذا نجبد الكره ردها للديفو ردها للغارديان دبي 30 ثانيه من فضلك خطا 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 جسيم كان في كان في 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 فورما وربما ما كانش في هذه الحاله فيها اللي راه فيها اليوم لو